دخلت عليكم غير بالله لما قولوا لي شكون هادي اللي تجيب تمام للعجوزه الحراميه، العجوزه السحاره اللي حلفت بحلوفها يا حتى تطلقها من الراجل. طبعا ومؤكد وما فيهاش نهائيا نقاش، اكيد غادي تكون وحده من بنات شهرزاد المقرصات، متتبعه ليا من زمان. اليوم جات تعاود لينا القصه ديالها. ليش غنقول لكم انا بعدا سخفت وفي نفس الوقت فرحت، واخا كاني شي حويج ما عجبونيش بالحق كنبقاو كنقولوا الحيله احسن من العار، واللي دار الذنب يستاهل العقوبه. المهم الغزالات ديالي عرفتكم تحمستوا وباغي تعرفوا بالضبط اشنو وقع في هذه القصه. انا غنقول لكم حاجه واحده نوصب لكم بالعشره انها قصه للفرع الفروعي، واكيد غدخل قصص شهرزاد التي لا تنسى. المهم البنات ما غنزيدش نطول عليكم كتر وندخلوا مباشره في القصه ديالنا. معكم نهيلة، بنت زوينة بزاف، بنت واحد الأسرة اللي على قد الحال. الأب ديالي كان خدام في وزين تقاشر، وميمتي كانت خدامة في واحد لوزين كانوا كيصيبوا فيه المعلبات. المهم تزاديت وكبرت في واحد الأسرة اللي على قد الحال محافظة، كبرت بداك الشيء اللي قسم الله. بقيت غادية وكنكبر حتى وصلت للكاطريا، وتما ما بغيتش نكمل. انا البنات ما كانش كتدخل ليا القرايه بزاف. المهم من موراها خدمت شله خدامي، وفي التالي كنت عرفت ان ضروري خاصني شي ديبلوم اللي نقدر نخدم به، حيت كنت كنشوف راسي كنضرب تماره بزاف، وفي التالي ما كنشد حتى شي ريال. صافي دويت مع والديا وقلت لهم باغي نقرا، قالوا لي هذاك هو النهار الكبير، قالوا لي شوفي اشنو بغيتي ديري وبسم الله عليه. انا ديك الساعه كانت بنت جيراننا دايره فرمليه، وحتى انا بغيت نديرها. فاش مشيت نسول قالوا لي حقا انتي ما قارياش شي قرايه وميمكنلكش ديريها، الا بغيتي ديري غديري غير الاسعافات الاوليه ولا داكشي ديال الهلال الاحمر ولا السوسيال، المهم شي حاجات اللي بحال هكا. انا قلت واخا ماشي مشكل، وفعلا كنت دخلت الهلال الاحمر وكنت دوزت عندهم واحد الفورماسيون، ومن موراها بديت كنقلب انني نخدم. خدمت فارماسيان وخدمت عند شله طبه، منهم طبه ديال الاسنان ومنهم طب العام. المهم كنت كندير هذوك الاسعافات الاوليه، ندق البرا، نعبر الطونسيون، مهم اشياء اللي بحال هكا سهله واللي تعلمتهم فداك التكوين اللي كنت درت. المهم غادي ندوز واحد المده حتى النهار اللي غتجي عندي واحد صاحبتي وغتقول لي لقيت لك خدمه في واحد الكلينيك. انا طرت بالفرحه وخاصه فاش سمعت الثمن. المهم هزيت راسي ومشيت عندهم، دوزت لونتروتيان وكنت نجحت وبديت مع صاحبتي الخدمه. كنا كنبدلوا المرضى الحوايج، كنعبروا لهم لا طونسيون، كندوزوا عندهم كل صباح. المهم الخدمه كانت صراحه ماشي شي خدمه كثيره، والصالير كان مزيان من غير التدويرات ديال الكليان. المهم كنت فرحانه والامور كامله تيسرات، وغنبقى هكاك حتى النهار اللي غتولد عندنا واحد السيده. وانا كيف العاده كنت كنتعامل مع كلشي مزيان، حيت فاش كتعاملي مزيان بنادم كيدور معاك وكيتهلا فيك. المهم كنت مهليه فيها وكل شويه نطلع ليها نعطيها الدوايات، نعبر ليها الطونسيون. المهم كنت مهليه في هذيك السيده اللي بغات غير تدخل للطواليت كندخل معاها، والعائله ديالها كانوا لاباس عليهم، كانوا كيدوروا معايا، والحمد لله الامور كامله مشات مزيان. داز النهار الاول والنهار الثاني حتى هي كانت والده بالفتيح. النهار اللي كانت تخرج فيه غادي يجي خوها هو اللي كان مخرجها. ايوا وجات تشوفوا لي خوها، كانت تبارك الله الطوله والتجريده، وكان كيبان انه في ديك الثلاثينات البدايه ديال الربعينات ما غيكونش فايتها. من الاخر وبلا ما نبقى نكذب انا البنات زعت، اش غنقول لكم زين تبارك الله. صافي درت راسي في حاله ما زعما ما مزعوطاش، وبقيت كنتصرف عادي، وحتى هو بقى كيطلع فيا وكينزل. المهم عاونت هذيك السيده حتى قدات الامور ديالها كامله، ومن بعد كنت هزيت راسي ومشيت. مشى السيد هز اختو ومشى، وانا بقى في بالي شويه ومن بعد نسيته وقلت عادي، حيت هذه ماشي اول مره اللي غنزعط الزعطه الخايبه. انا البنات فيما كنت كنشوف شي واحد زين كنقول صافي هذا هو راجلي غير تزعط فيا، حيت البنات كانوا مدسرني زيني بزاف. الحمد لله كنت زوينه وكان كيتبعوني بزاف وكنعلم فيهم ما يدار، اما شي راجل اللي كيبان لك من الهيئه ديالو انه داير المستقبل ما كيشوفش فيا. المهم البنات كملت الخدمه ديالي حتى الوقت اللي كنت خارجه عاد غتبعني واحد الطوموبيل. انا في الاول ما ركزتش حتى كنسمعو كيعيط ليا بسميتي. الدوره اللي غندور غنلقى زين السميه الراجل اللي كنت كنعاود لكم عليه دابا. المهم ما فكر جوج مرات وقفت وقلت له نعم شحال بالخاطر ليك ما كاين شي مشكل. قال لي لا اختي بغيت غير الرقم ديال التليفون ديالك، راه اختي اللي صيفطاتني عندك، احقا محقا راه بغاتك دقي لي هذوك الشوكات حيت اختو كانت والده عندنا.
قال لي بغات تدقي له دوك الشوكات اللي كيدقوا من مورا الفتيح اللي كيديروا جريان الدم. قلت لي واخا خويا ماشي مشكل، وكنت عطيته الرقم ديال التليفون وقلت له شوف انا راه كنخرج في هاد الوقيته، يعني اذا بغات راه نجي عندها بالليل، وانا هاد البريكولات كنت كنديرهم وبهادشي باش كنت عايشه. صافي يا هذيك السيد مشى وانا مشيت لدارنا. صافي وصلت وانا الموضوع ديال انني زعما عاجباه حيدته من بالي، وقلت فعلا ان اختو هي اللي بغات النمره وهادشي زعما راه ديجا واقع ليا. عاد كيصوني عليا وكيقول لي السلام عليكم نهيله. قلت له عليكم السلام خويا، لاباس كيدير مع صحيحه الامور هانيه؟ قلت له امر شنو حاب الخاطر؟ وهو يقول لي ما نكذبش عليك، انا يا راه خديت النمره ديالك بهذيك الطريقه وكذبت عليك، سمحي لي بزاف بالحق. اش غادي نقول لك، منين شفتك حماقيت عليك وبغيت نتعرف عليك اذا كان ممكن. ايوا جيت تشوفوا قلبي بدا كيتكتك، كنقول مينتي واش انا فايقه ولا كنحلم. تلفت البنات وما تليت عارفه ما ندير. المهم بقيت شحال كنقول مينتي اش غادي نقول ليه، بقيت ساكته وهو يقول لي خذي شويه الوقت فكري مع راسك وردي ليا. صافي كنقطع هذيك الساعه ودازت هذيك الليله. ايوا الغد اللي مع جوي 11 ديال الصباح غادي يعاود يتصل بيا وغادي يقول لي صباح الخير نهيلة. قلت له صباح الخير. قال لي شنو بان لك في الهضره اللي قلت لي البارح؟ قلت له ما عرفتش اش غنقول لك، هادي اول مره زعما اللي غنهضر فيها مع شي واحد، ما عرف زعما حتى شنو غادي نقول. قال لي شوف نهيلة انا شفتك عجبتيني وبغيتك للحلال، انا بغيتك تعطيني شويه الوقت نتعرف عليك اكثر ونشوف الا تفهمنا راه غنجيب مالين الدار. قلت له واخا مرحبا. المهم من تما بدا كيهضر معايا، وكنت كل ليله فيما كنخرج من داك الكلينيك كنلقى السيد واقف وكيتسناني. المهم كنت كنخرج انا وياه، بدينا كنتعرفوا، دوزنا تقريبا جايه لواحد 6 شهور ما بعدياتنا. ما نقدرش نوصف لكم علاقتي بيه كيفاش كانت، عرفتوا الرومانسيه والحب والغرام لي كادو اللي كان كيجيب ليا. كان كيقول لي شوفي انا راني كنتسطع لك وباغيك مرتي، عطيني غير شويه الوقت نقاد شي امور وديك الساعه ما يكون غير الخير. المهم انا كنت طايره بالفرحه وعجبني الحال وما كان عندي حتى شي مشكل معاه. كنت كنحمد الله وكنشكرو انه غيعوضني براجل بحال هذا، وخاصه ان الامور ديالو الماديه جيده جدا. سيد مسك عليه ربي ما منقص عليه حتى شي حاجه. صافي انا وليت كنبغيه، هو ماشي ولا كيبغيني شي حاجه ما كثار، ولا كيقول لي ديك الساعه قلتي من الخدمه انا نهزك، اللي بغيتي نعطيها ليك كنقول له هذه هي اللي ما عمرها ما تكون، انا غنبقى خدامه حتى النهار اذا كتاب وتزوجنا ديك الساعه ماشي مشكل نجلس في الدار، حيت هو كان شرط اساسي انني نجلس وكان كيغار عليا. ومن النهار اللي تعرفت عليه صافي درت الفولار ولا الخروج والدخول بالوقت ولا غير راد ليا البال، كيقول لي ما تهضري مع حتى شي واحد، المهم كندير ليا الحكام. وانا كنت كنسمع كلامه غاديه معاه نيشان، غادي ندوزو قلت لكم مده حتى لواحد النهار اللي غنهضر معاه وغنقولو اولد الناس حنايا تلاقينا على ود الزواج، ودابا راه تعرفنا وترتاحينا لبعضياتنا وبدينا كنبغوا بعضياتنا، اذا اشنو كنتسنى؟ قال لي فعلا كلامك عندك فيه الحق، وحتى انا كنت غنفاتحك في الموضوع ونقول لك نفس الهضره. قلت له سيدي دوي مع مالين داركم وجيو مرحبا بكم في اي وقت. فعلا كنهز راسو ومشى عند ميمتو دوا معاها. ايوا ميمتو كحلات بلا ما والظلمه، وخاصه فاش عرفاتني انا اللي كنت كنجي وكنبدل لبنتها وكندير ليها الفون كندير ليها الفاسمه ونقاد لها. المهم انا ما كنتش كيف ما كليكم فرمليه، كنت غير كان مساعده ديال الفرمليه وخلاص. المهم مو ما عجبهاش الحال وقالت له واش هذيك من قيمتنا، وحنا شكون وشكون وهي شكون، واش انت تسطيتي يا ولدي، واش خليتي بنت الاصل والفاصل والباع، حيت هو قبل مني كان خاطب واحد خيتي وما تفاهمش هو وياها. قالت لي واش خليتي بنت الاصل والفاصل وجاي عند وحده علم الله اصلها اشكون وشكون باها وشكون امها؟ قال لها انا بغيت البنت وهي وعائلتها راه دراوش بزاف وراه ساكنين في بلاصه الفلان فلانيه. كيف عرفات البلاصه فين ساكنين؟ حيت حنا كنا ساكنين في واحد الحي شعبي وكانت في واحد القصريه اللي معروفه على الصعيد الوطني ماشي على الصعيد ديال المدينه اللي عايشه فيها. المهم مو تما كحلات بالعمى والظلمه وقالت له في اخر ايامي نمشي ونزوج ولدي لوحده من بنت هذيك المنطقه، المهم باش ما يضركمش راسكم انا بنت ضرب السلطان. امو مرضاتش بيا وكحلات بالعمى والظلمه ما كحلات بيا. صافي هي هذيك البنات بقينا جارين هكاك. السيد ما قالش لي راه دارهم ما بغاوش، كان كيقول لي واخا نقاد شي امور هذه من هنا هذه من ليه، وبقينا جارين حتى النهار اللي قنع والديه وجاو عندنا. النهار اللي جاو عندنا انا تسلفت وتكلفت ودرت جهدي وكثر كبرت بهم تكبيره ديال النفس، ما طيبناش في الدار كنا جبنا تريتور دار ليهم طبله ملكيه، وحتى من الصالون كنت عاودت له الفراش وجبت له زربيه جديده وصبغت وقديت التريه رقعت. المهم الدار كنت
رقعت هذيك المده كامله، كنت بديت كنرقع فيها حيت كنت عارفه ان هاد الناس لاباس عليهم. المهم السيد حتى هو قبل ما يجي مسكين كان عطاني 5000 درهم وما كنتش بغيت نشدها، وهو كيحلف وانا كنحلف، وقال لي قسما بالله حتى غتشديها. قال لي انا عارف انت خدامه على قد الحال ومقاتله مع والديك، ما يمكنش انك زعما تكلفي راسك اكثر من القياس. المهم كنت خديت هذوك الفلوس حتى هما تعاونت بيهم وكبرت بهذوك الناس اللي كانوا جاو وجابوا معاهم هذاك الشيء اللي كيجيبوا الناس في الخطبه. مو كانت غير منفخه، وهذيك اختو اللي كنت كنبدل ليها ليكوش كسمها ليا فيها حتى هي غير كتطلع وكتنزل وما عجبها حال. الناس كياكلوا فحال كيحسوا براسهم عرفتي شي واحد ما راضيش بيك. من الاخر ما كانوش راضيين بيا، الراجل كان غير كيفنس وكان باغي يتسطى ويحماق عليا. المهم دوا مع الاب ديالي وقالوا انا جاي خاطب بنتكم وبغيتها الحلال. با كان كبر بيه وقال له مرحبا بك ولدي، اللي تقالت عليك خففت عليا. دوزنا هذاك الشيء كامل ديك النهار وتفرتك المجمع، ومن موراها كنت دويت مع السيد وقلت له دابا اشنو غادي نديرو. قال لي ان شاء الله في شهر 8 نديرو العرس. قلت له مرحبا. ايوا السيد كان قال لي انا اللي غنتكلف بالعرس كامل، انت الدرهم ما غاديش تحطيه. انا هي تما كنت ارتاحيت حيت عرفت ان والديا ما في استطاعتش ديالهم انهم يديروا لي شي عرس ملكي، وحتى انا ما كنتش جامعه شي مبلغ اللي كبير، وحتى من لي كادو اللي كان كيجيب لي ما يمكن لياش نبيعهم. هو كان كيجيب لي الذهب، يعني كان كيجيب لي دي كادو اللي عندهم القيمه، بالحق ما نقدرش. المهم يا هذيك السيد كبر بيا ديال بصح، عطاني الفلوس وفوق من هذا الشيء كان مشى وقد معايا كاع هذاك الشيء ديال العرس، تريتور نقافات القاعه، مهم كلشي 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 على الناس. وكان كيعطيني الفلوس وكيقول لي لا احتاجيت شي حاجه. في هذا الوقت تقريبا من مورا ما خطبني بشي ايامات قليله كان جلسني من الخدمه وقال لي من اليوم غتبقاي جالسه غير في الدار. المهم بقينا جارين حتى شهر 6 كنا مشينا درنا العقد، وشهر 8 درنا العرس وكان عرس كبير. وهو عائلته ما قالش لهم انه هو اللي داير لي العرس، قال لهم درت انا النص وهما النص. امه جايه للعرس نافخه وما عجبها حال. المهم دوزنا هذاك العرس، الراجل هزني وسافرت انا وياه لشعل العسل. المهم دوزت معاه احسن ايامات في حياتي، الراجل اللي تحطيه في كتافك، الراجل اللي تمناه اي وحده ونتمناه اي وحده، الله يعمرها دار حنين درويش ولد الناس. عرفتي قلبه صافي، قلبه صافي، ما غنقولش لكم انه بيرفكت، لا البنات هو فيه الحويجات الخايبين. بالحق كنحس به نيه وحده وولد باب الله، ماشي شي واحد اللي فيه تحرميات وداك الشيء ما فيهش. صافي يا هذيك رجعنا من شهر العسل ومشيت لداري. انا كنت قفطت على يديا وبغيت نوري انني لالا ومولاتي قاده بشغالي. كنت ما نقدرش نوصف لكم الدار كيفاش رديتها، كتشقشق بالنقاء من غير الماكله والطياب والشهيوات، حويجاتو مقادين. كيدخل الدار كيلقاني لابسه مسكسفه على الحاله، الروايح كتعطعط من قدام الباب. السيد كان فرحان وانا كنت طايره بالفرحه، وحتى علاقتي مع العجوزه كانت عاديه. انا كنت حاسه بهم ما حاملينيش، ولكن ما كانش عندي الخبر اليقين حتى النهار اللي غتوصلني الخبر من عائلتهم نيت انهم ما كيحملوني ما كيقبلوني. المهم النهار اللي سقت ليها الخبر ما بقى فيا الحال، وخاصه انني سمعتهم كيقولوا انني انا طامعه في ولدهم، وبقاو كيقولوا عليا شلا كلام وقالوا لي انني زعما جابوني من قادوس ديال الفيران، وعلى زعما كديو على دارنا حين دارنا كانت دار عاديه وعلى قد الحال. المهم شلا هضروا كلام اللي قالوا فيا، بكيت البنات وجدبت، وفي الاخر غمضت عينيا وقلت يدبروا راسهم يقولوا اللي بغاو مادام انا فاش كنتلاقى معاهم ما كيقولوا لي حتى شي حاجه شغلهم هذاك. المهم يا هذيك ما تسوقت ليهم، ما دويت ما تكلمت، وبقيت مع هذاك الراجل اللي ما دوزش معاه بزاف حتى بداو المشاكل ما بيني وما بينه. السيد اللي كنقول لكم كان قلبه صافي وحليب ولا غير على اقل ما هي حاجه كيتناقر معايا، وحتى انا بعض المرات كنشوفو بحال قدام عينيا. انا الحاجه اللي نفعتني في هاد الوقيته هي الصلاه والعباده واذكار الصباح والمساء. البنات ديما سوره البقره ما كانش نهائيا كنحيدها من الدار. المهم البنات غنبقاو مده حتى النهار اللي غنضربو على اتفه سبب، وكنت هزيت شطيطي ومشيت لدارنا. جلست فيها تقريبا واحد الاسبوع ما كنت لا كنهضروا لا كنكلموا، حتى هو ما هضرش معايا حتى لواحد الليله. السيد غادي يجي عرفتي وجههم بدل، حالته حاله. المهم دق في الباب، حليه بابا، قالوا فينا هي نهيله، قالوا راكينا لداخل. دخل السيد جا عندي، دخل عندي حتى البيت، انا شفته تخلعت، قال لي لبسي حوايجك يلا هي للدار. قلت له انا صافي اللي بيناتنا سهله. قال لي نهيله لبسي حوايجك ودخلي للدار. قال لي انا هاد السيمانه كامله راسي دارني غيتفرقع عليا، ما عرفتش مالي انا نهيله، انا كنبغيك انا كنحماق عليك، وهذا الشيء راه كيوقع عادي، يعني هاد الخصامات وهادشي ديال الاول راه كيوقع. المهم هزيت راسي ومشيت. من موراها البنات تقريبا شي 15 يوم ما كاملاش كنكتشف انني
اصلا حامله، يعني فاش داك الوقت اللي وقع داك المشكل كنت ديجا حامله. السيد فرح، وانا ما نقدرش نقول لكم الفرحه ديالي كي قداش كانت. والحق هذه الفرحه ما كملاتش، حيت من مورا ما عرف نفسي معنا هذاك التلاد اللي في كرشي غادي يطيح. ما نقدرش نوصف لكم الالم والبكاء وكميه ديال الحزن اللي حسيت به في ذاك الوقيته. حتى يلاه فرحت، يلاه كنت كنقول ربي عطانا شي حاجه اللي تجمعنا اكثر، حيت انا راجلي كنت كنبغيه وكنحماق عليه وكنت كنحس به حتى هو كيبغيني بزاف. المهم هي هذيك، قلنا الحمد لله عطيت الله، ما عندنا ما نديرو، ربي عطاه لينا، ربي خداه من عندنا. المهم رجعت انا وراجلي فهاد الشيء كامل، راه العجوزه كتعيط وكتسول، وانا ضربت الطم على ديك الهضره اللي سمعته، قلت تدبر راسها شغل هذاك، ما كنتش كنقلب على المشاكل وكنحاول نبعد منهم قد ما بعدت تسمع على الارض. بالحق شكون اللي خلاك؟ انا قد ما كنت كنبعد قد ما هما كيزيدوا يقربوا مني. انا كانوا كيجيو عندي وكيبغيو يديروا لي المشاكل، وكنت كنحاول ندير راسي عماره وما كنفهمش. كانوا يجيو نحط ليهم الماكل، ندير ليهم الخاطر، نمشي عندهم نشقى، نتعامل معاهم مزيان. كنت كنقول ماشي مشكل هادشي كامل على وجه راجلي. غادي ندوز انا وراجلي تقريبا واحد الخمس شهور. هاد الخمس شهور طبعا كانوا المشاكل كانوا صداع. الحاجه اللي كنت انا وراجلي اتفقنا عليها هي ما عمرني ما نخوي الدار، واخا وقع اللي وقع. كان كيقول لي وقع اللي وقع ونضرب وما نعرف اشنو، نعس حداك وما نخويوش الدار. وفعلا كنا زعما هادشي اللي كنديروا النهار اللي كيوقعوا المشكل بزاف، وكنحس براسي غنطرطق. كنت كنهز ريبيتي وكنصلي وكنقول يا ربي الحبيب، يا ربي الحبيب عاوني، ما كنتش عارفه المشكل فينا هو. وخاصه انني فاش كنجي نعاود لشي واحد داكشي اللي كيطرى ما بينه وما بين راجلي، كيبقى غير كيشوف وكيقول لي نتوما كتخاصموا على التفاهات. راه اش غنقول لكم، عرفتي ماشي زعما شي حاجه اللي كنتخاصموا عليها راه واو، وراه تخربيق البنات. علاش يتخربيق؟ ما عنده حتى شي اساس. صافي هي هذيك، بقينا جارين هكاك اليوم وغدا البنات، حتى النهار اللي غنكتشف راسي حامله للمره الثانيه. كيف عرفت راسي حامله؟ راجلي غيهزني وغيديني عند اكبر بروفيسور في المدينه اللي كنت عايشه فيها، وغادي يعاود له على المشكل الاول ديالي، وغيعطي التحاليل ديالي. الطبيب غيقول له ما عند المراه حتى شي اشكال. صافي طرنا بالفرحه وعجبنا الحال وقلناها للعائله وكل شيء كان فرح لينا. والبنات ما كاملاش واحد 10 ايام قاده حتى عاوتاني داك التيلات غادي يطيح ليا من الكرشي. وفاش كيطيح ليا كانت كتجيني الايموراجي اللي كثيره، ومن موراها كنبقى تقريبا نقولي واحد الشهر هذيك الدم ما كتبغيش تقطع، وانا بالنسبه ليا راه الدم ديال النفاس. المهم هزينا هاد المره التيلاد ومشينا ودرنا ليه التحاليل باش نعرفوا غير السبب علاش كان كيطيح. ما لقينا حتى شي حاجه، والطبيب كان قال لي الامور عندك طبيعيه. رجعنا البنات للدار وبقيت عايشه مع هذاك الراجل هكاك. العجوزه كانت مره كتجي عندي، فاش كتجي شغنقول لكم السيده كدير المستحيل باش ضارب معايا، باش جبد لي صداع انا وراجلي. انا كنت كنحاول نتفاداها، كنحاول ما نخرج معها العيب، وحتى في الوقت اللي كتجبد لي صداع ما بيني وما بين راجلي كنغمض عينيا وكندوز. وحتى الراجل فاش كنت كنجي نهضر معاه وكنبقى معاه بالسياسه ونتمخشش فيه كان كينسى وكيقول لي ماشي مشكل. صافي بقينا جارين اليوم وغدا حتى حملت المره الثالثه، ونفس الحاجه يا البنات. المهم هاد المره فاش حملت كان هزني الراجل وداني عاوتاني عند واحد البروفيسور واحد اخر، قلبني قال لي بنتي ما عندك والو، الامور مزيانه، الوالده مسدوده، الوليد في بلاصتو. راجلي عاود له قال له هادي راه ماشي المره الاولى ولا الثانيه، راه حنا خفنا هاد الوليد يوقع له شي حاجه. اذا كان مثلا هاد المره خاصها تنعس في الفراش تنعس ما تتحركش، الا تنعس في السبيطار تنعس، الا كان خاصها دير شي حاجه ديرها. المهم الطبيب قال له انا غادي نشوف ونرد عليك. المهم دار لي التحاليل وكاع هداكشي اللي كاين، قال لي ما عندك حتى شي حاجه بنتي، وكنت مقرره انني ما نقولها لحتى شي واحد الا الناس المقربين. وفعلا كنت جلسه لعائلتي وعائلتو، يعني كنقصد لكم هنا الوالدين. وصافي صافي دوزنا تقريبا واحد شي 20 يوم. واحد النهار كنت في فراشي، راه هاد المده راجلي قال لي ما تبقايش نوضي غير باش زعما داكشي يثبت. كنت ناعسه في فراشي حتى كنحس بداكشي سخون نازل معايا. الهزه اللي غنهز راسي كنلقى دمايات لدرجه ان هذيك المدربه اللي كنت ناعسه فيها كنلقى فيها بوق هذيك واحد سميتو واحد طبعه كبيره ديال الدم. انا فاش شفت هذاك المنظر تخلات، وفي نفس الوقت شدتني للسخفة. المهم يلا بديت كنعيط على السيده اللي كانت كتعاوني في هذيك الايامات، جات وانا نسخف غيبت البنات. عيطت الراجل، جا الراجل نيشان، هزني الدمايات اللي كانوا كينزلوا مني ما نقدرش نوصف لكم قداش الدمايات كثير
كبيره بزاف. المهم هزني الراجل ومشيت نيشان لارجونس، دخلوني طبيب وجهه مشى، عرفتي راه وجهه ولا صفر 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 صفر، حيت انا راه قال لي على شويه كنت غادي نموت لان كاع الدمايات اللي كانوا فيا كانوا مشاو. المهم الوقت يدخلوني لداخل بداو كيديروا لي الاسعافات الاوليه، كيديروا لي في الدم الوليد طاح، وهذوك ديال الوالده كاملين كانوا صافي في حاله هذوك العروقه في حاله طرطقوا. المهم كان خرج الطبيب عند راجلي وكان قال له راه نقدروا الا مثلا ما قدرناش نسيطروا على النزيف نحيدوا لها الوالده كامله. راجلي ما بغاش وقال له شوف حاولوا معاها زعما الوالده خليوها هي الاخر. قال لي الطبيب حنا راه طبعا غنديروا هذا الشيء، انا غير تشاورت معاك وخاصني الموافقه. المهم راجلي تلح لي على رجلي وكيقول له العار العار ما ديرهاش غير شوفوا شي حل. اي 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 البنات، وعلى قصه الجزء الاول ديالها هنا سالا، عرفتكم متحمسين وباغيين تعرفوا بالضبط اشنو وقع واشنو طرا، واش حيدات الوالده ولا لا، كيفاش غادي ترد حقها، شنو غادي يبان. عارفه ان بزاف الاسئله في راسكم، داكشي علاش غادي نقول لكم ان رابط الجزء الثاني اللي فيه الجواب على الاسئله ديالكم كاملين غتلقاوه في اول تعليق. الغزاله ديالي هنا مفقه ليا الا نقول لكم ما تخيش بكم، نتلاقى في الجزء الثاني. السلام عليكم.